السلام عليكم. انتخابات مجالس المحافظات أجريت بانسيابية طاوية صفحة المراهنات على إفشالها أو عرقلتها رغم تباين نسب المشاركة غير المؤثرة على سير العملية بصورة عامة وذات التأثير الكبير بالتأكيد على النتائج المنتظرة. المراقبة العامة كشفت عن تفاوت في أعداد الناخبين بين المناطق الغربية ومناطق الوسط والجنوب وكركوك أيضا، لكنها بطبيعة الحال تقديرات عامة تستند إلى الملاحظات وليست إلى البيانات الرسمية. بكل الأحوال ننتظر إعلان المفوضية لنسبة الانتخابات النهائية، لكن بشكل عام أثرت مقاطعة التيار الصدري على عدد الناخبين، لكن الانتخابات بشرعيتها لن تتأثر. في الجانب الآخر العملية لم تخلو من بعض الخروقات اللي رصدتها شبكات المراقبة، منها فنية ومنها خروقات من قبل المرشحين. أما الملفت فيها فهو تسجيل 6 حالات منع لوصول الناخبين إلى المراكز من دون تفاصيل، في حين أعلنت اللجنة الأمنية العليا المشرفة تحقيق الانتخابات بنجاح أمني كبير دون تسجيل أي خرق يذكر، في حين ألقت القوات الأمنية على أكثر من 300 مخالف للنظام والقانون الانتخابي. المفوضية أعلنت نجاح الانتخابات اللي شارك بها أكثر من 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعد محلي. أرحب بكم مشاهدينا الكرام وأرحب بضيوفي الأستاذ خالد السراي رئيس المركز الوطني للإعلام، والدكتور مجاشع التميمي الباحث في الشأن السياسي، والدكتور سعيد كاكاي عضو مفوضية الانتخابات الأسبق من السليمانية. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حياك الله أستاذ خالد. هلا ومرحبا. شنو التقييم لحد الآن؟ الأمور مشت بشكل طبيعي؟ تحية طيبة لمشاهديكم الكرام، للضيفين العزيزين لجنابك. لا بالتأكيد الحسابات، شوف احنا نحكي على الاعلان الرسمي. اذا حسبت لي على حجم المقاطعه ان هذه نسبه المشاركه اعلى من ما سبقها فهو تطور ايجابي جدا. معناها اكو رضا شعبي بوجود مقاطعه. ها؟ بوجود مقاطعه. بوجود اذا مقاطعة. صارت النسبه اعلى هكذا إيه؟ لانه انت من تباوع الان معناها اكو رضا، دور الحكومه واضح جدا بالقضيه. يمكن بعض الضغوط اللي مورست من طرف آخر، هاي مسألة الموصل السنية كذا، بعض التصريحات قد يكون دفعت المشاركة بالوسط والجنوب تكون أكثر ما كان متوقع لها، رغم أرجع وأكرر إذا كانت أعلى من ما سبقها كنتائج أولية. لحد الآن ما كنا نتائج رسمية، لكن التقديرات شدوا. شوف هو اللي يلفت النظر، اسمح لي. قبل لحظة أو لا تقريبا نص ساعة قال أرسلت نتائج 9 محطات، 9000 من ضمن 35 مركز اقتراع. معناه أنا اللي أتوقع هي توصل لازم بسرعة، هاي وحدة. ثانيا لاحظ اليوم الظهر قالوا تعلن مال النتائج بعد 12 الظهر المنتصف. طلع اعتذار، بعدين طلعت حوالي 3.25 نسبة المشاركة 17%. الوقت الان هسه 8:05 كافيه انه تحسب انت النتائج اللي طلعت. هل ننتظر انه ان شاء الله ماكو مشكله الانتخابات الخاص من صار اشكاليه بالارسال الالكتروني؟ انا احكي ان شاء الله ماكو المطب، وبالتالي نطالب انه تعطينا على الاقل نسبه مئويه المشاركه. هسه نسبه المشاركه بتسريبات، ما اقدر اعلنها. تسريبات ما نعتمدها، تسريبات غير مؤكده لحد هذه اللحظه. اذا صارت الامور بشكل طبيعي الا بعض الخروقات البسيطه اللي تحدث، يعني تحدث في كل الانتخابات.
لو رايك مختلف عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا للدكتور وتحيه لك ولضيفك الكريمين وجمهور قناه الايام. يعني لا بالتاكيد واضح جدا ان هناك اشكاليات. اولا بالبدايه دعنا نحيي قواتنا الامنيه على جهودها طيله هذه الايام، ونحيي ايضا جهود السيد القائد العام للقوات المسلحه باعتباره يحاول قدر المستطاع ان ينجح هذه الممارسه، لكن بالتاكيد يعني التحديات كانت صعبه. اول هذه الاخفاقات هي مفوضيه الانتخابات، واضح جدا انها للاسف الشديد لم تستكمل كامل اجراءاتها، وبالتالي حصلت خروقات ومشاكل كبيره فنيه. وين؟ لا افهم يعني ابتداء مثل ما تحدث دكتور خالد منذ يعني يوم امس هناك اشكاليات كبيره تتعلق بارسال المواد، توقف الاجهزه، هذه كلها امور فنيه يمكن استاذ سعيد كاكا يقدر يتحدث عنها بشكل اوضح، لكن بالنتيجه واضح جدا ان الاجهزه، ولا افهم يعني سبب هذا الاصرار على هذه الشركه الكوريه، على الرغم من ان الشركه الكوريه قد تم التعاقد معها منذ عام يعني شهر اذار عام 2017، واجرينا مع هذه الشركه اكثر من تجربه انتخابيه، كل التجارب الانتخابيه التي اجريت ضمن هذه الاجهزه الكوريه اثبتت انها فيها خلل كبير وفشل كبير، وبالتالي اليوم قواتنا الامنيه ستقوم بنقل يعني هذه عصا الذاكره عن طريق يعني الطيران او عن طريق السيارات، بالتالي هناك خلل واضح جدا، ولا تريد القوات الامنيه ولا حتى القائد العام للقوات المسلحه ان يكون هناك خلل، بالتالي انا اتوقع انه الست ساعات غير قادره على ايصال المعلومات الى بغداد، ولهذا تم تاخير النتائج اكثر من مره. عندنا في محافظه كركوك هناك اشكاليه كبيره، هناك يعني نسبه كبيره واحتجاجات من قبل المكون التركماني، الكثير من الاسماء يعني لديهم بطاقات ولكن لم تظهر الاسماء. ايضا انا استغرب من القوى السياسيه التي فرضت على الناخبين ان تكون لديهم بطاقه بايومتريه في الوقت الذي مفوضيه الانتخابات لم تتمكن من يعني توزيع كامل البطاقات، 5 ملايين تقريبا لا يمتلكون البطاقه البايومتريه، هم وقفوا يعني اصبحوا بموقف محرج، لا يستطيعون المشاركه والقانون لا يسمح لهم بذلك، وبالتالي حصلت خروقات. ما دام المفوضيه لم تستكمل اجراءاتها كان الاجدر بالمفوضيه ان تتحدث. تاثير هذا يعني هاي الاخفاقات اللي ذكرتها على اصل العمليه الانتخابيه وعلى نتائج الانتخابات بها لو تقنيه فنيه فقط؟ شوف الجانب السياسي الجانب الاول طبعا الجانب السياسي الاول، ولو كان هناك يعني توافقا وكان هناك رغبه في اجراء انتخابات في ظل اجواء اكثر هدوءا لكانت النسب اكثر، ولو كانت هناك مفوضيه عليا للمستقله للانتخابات لم تجامل القوى السياسيه وتعلن بشكل صريح انها لم تستكمل. ظهرت علينا بأربع محاكات، تبين ان هذه المحاكات هي يعني مختلفه تماما، مثل ما تريد تجري استطلاع للراي في العراق واللي العينه مالتك اللي تريد تشوفها هي في فرنسا زي. بالنهايه هم اجروا محاكات على اجهزه في ظروف مختلفه تماما عن يعني يوم الاقتراع ان كان الخاص او العام، وبالتالي واضح جدا انه هذه الاجهزه اثبتت فشلها. استغرب حتى من بيان الشركه الكوريه يعني في تدخل، بالنهايه الشركه الكوريه غير ملزمه، نحن نقول ان المفوضيه العليا المستقله للانتخابات لم تستكمل اجراءاتها، اضافه ان القوى السياسيه ايضا واداء الحكومات السابقه منذ عام 2003 لغايه الان واضح جدا انه سبب في عزوف الكثير من المواطنين، حتى وصلنا الى نسب يعني لا تصل الى 20%، يعني في انتخابات 21 بس لحد هاي اللحظه احنا ما عندنا نسب. لا النسب ما عندنا نسب مؤكده يعني. لا لا هذه لا لا استاذ هذه نسب، لا هذه نسب تصدر من المفوضيه العليا المستقله للانتخابات في جداول رسميه، هي هذه جداول اوليه، ربما يرتفع العدد الى 1 او 2%، لكن بالنتيجه العزوف كانت نسبه العزوف كبيره جدا، كل المكونات السياسيه باستثناء التيار الصدري والقوى المدنيه لم تشارك، وكانت النتيجه للاسف اخفاق كبير وصل الى 20%، وهذا لا يليق بصراحه بتجربه يمكن عاشره على مستوى المحافظات والمجالس المحافظات ان يصل المواطن العراقي الى هذا الحال. الملاحظ ايضا في هذه الانتخابات دكتور ان الشباب لم يشترك يمكن بنسبه يعني 1 إلى 2%، اغلب الذين اشتركوا هم من كبار السن، وهذا ايضا يعني فدليل خطير جدا على ان الشباب غير راضي، نسب الفقر نسب البطاله كل هذه يعني تسببت في تدني هذه النسب، لكن يبقى انا اقول ان المفوضيه كان يمكن ان تقول كلمتها وتقول انني غير جاهزه على اجراء انتخابات كبيره مثل هذه الانتخابات. تمام دكتور سعيد حياك الله، شنو رايك بهاي الملاحظات اللي ذكرها الدكتور مجاشع عن المفوضيه وعملها؟ نعم في البدايه تحياتي لك الدكتور محمد والاستاذ خالد وكذلك الدكتور مجاشع. طبعا الدكتور مجاشع يعني فصل المفوضيه تفصيل. يا اخي المفوضيه يعتبر كوحده
وحدة فنية مهنية قتالية، خل أقولها بهذا المنطق، قتالية بمعنى ممكن أن تشبه المفوضية بأي وحدة عسكرية تدخل الحرب، ومن تدخل للحرب مهيئة نفسها سواء كان بالهجوم أو بالدفاع، مهيئة نفسها بأنه تقاتل. المفوضية عملت بكل ما لها من قدرة وقابلية وكفاءة وخبرة في إجراء عملية انتخابية يعني مشاركين في العملية الانتخابية أبسط ما نقدر نقول عليهم غير متجانسين. يعني أولا إذا نأخذ المكونات العراقية نشوف المكون الشيعي ما متجانس فيه مع بينه، فصارت المقاطعة. المكون السني كذلك، والمكون الكردي كذلك، وحتى المكون التركماني. فالمناكفات السياسية بعيدا عن المناكفات السياسية والتحاليل السياسية، أنا خليني أنطي صورة واضحة بعيدا حتى عن المفوضية وكمهني، أنطي صورة واضحة لعمل المفوضية. المفوضية أملت بما لديها من طاقات وقدرات وإمكانيات لإجراء العملية الانتخابية. طيب طبعا كل عملية انتخابية بها نظم وبها سياقات وبها طرق، واحدة من النظم الانتخابية المفوضية اللي أجبرت على يعني قبولها واستخدامها هي النظام النسبي. وضمن النظام النسبي طريقة سانت ليكلو المعرقة وليست المعدلة، هذه كلها تنطي انطباعات وكذلك تنطي خلينا نقول إمكانيات وتصنع مصدات لعمل المفوضية. مثلا المفوضية قبل يعني قبل 2018 المفوضية كانت تستخدم العدو الفرزي اليدوي، وإحنا كنا نتذكر بأنه نسبة التزوير في العدو الفرزي اليدوي سواء كانت في 2005 2010 2014 النسبة كانت عائلة وكبيرة. لكن عندما المفوضية راحت وتعاملت مع شركة ميرو اللي جلب التعاقد على هالأجهزة، أجهزة تسريع النتائج عدة التحقق وما إلى ذلك، قلصت نسبة التزوير يعني بنسبة 25%. أنا نسبة 25% عندما كنت مفوض في المفوضية رفضتها على أساس النسبة عالية، ولذلك يعني ثرت على زملائي في مجلس المفوضين وقلت هذه غير مقبولة، والأدلة وقدمت الأدلة، وكذلك حتى اللجنة العليا اللي تشكلت من مجلس الوزراء ثبتوا كل ما أنا ادعيته، ويعني استخلصوا النتائج بأنه زين. دكتور سعيد هسه اليوم بشكل عام اليوم اللي حصل اليوم بالانتخابات شنو تقييمك إليه؟ تقييمي إلى انسيابية العملية الانتخابية جاءت بشكل جيد ومقبول. جيد ومقبول، ما أقدر أقول ممتازة وإنما بانسيابية جيدة. زين على 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 مستوى أداء على مستوى أداء المفوضية الآن، الأخطاء الفنية اللي حصلت مثلاً، أكو أخطاء فنية حصلت. دكتور مجاشع ذكر بعض التفاصيل اللي تتعلق بأخطاء فنية، تتعلق ب قضية نقل البيانات، كذلك التفاصيل الأخرى. نعم أنا راح أعرج على هذا الموضوع. لأن الأخطاء الفنية تحدث في كل مفاصل العملية الانتخابية، مو بس في العراق، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية اللي تعتبر ديمقراطية بين هلالين رصينة، أو في الدول الأوروبية يعني هولندا كمثل، بلجيكا كمثل آخر تحدث بها. المهم احنا اجرينا عملية انتخابية استحقاق مضى عليها 10 سنوات، وخاصة لمحافظة كركوك اللي مضت عليها اكثر من يعني 20 سنة. فهذا الاستحقاق
يعني قريب العشرين سنة. هذا الاستحقاق استحقاق دستوري، والمفوضية قدرت بشكل جيد ومقبول أن تقدم ما في قدرتها لإنجاحها. صحيح يعني يوم 16 حتى إخفاقات فيما يتعلق بعمل الأجهزة، لكن هذه الإخفاقات ما كانت في بال لا المفوضية ولا الشركة ولا حتى الشركة الفاحصة، الشركة المصنعة للأجهزة ولا حتى الشركة الفاحصة. بس هذا مو بس هذا يعني تمام، احنا يعني احنا مو ميدان نكتشف أثناء الانتخابات، هذا موضوع حساس، هذا موضوع حساس يجب أن يستعد له بشكل كامل، لأنه هنا مصداقية العملية الديمقراطية قائمة على أساس الانتخابات، وإذا أثر الموضوع على نتائج الانتخابات إحنا تدري بلد يعني على 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 شرارة، ما أدري شو يصير عندنا من خلاف سياسي. سيد الكريم، إحنا خلنا نأخذ الشركات العملاقة اللي تصنع البرمجيات، المايكروسوفت، شركة مايكروسوفت، شوف الويندوز كم نسخة منها طلعت، لأنه كل ثغرة تحدث في يعني وجهة جديدة أو في برنامج جديد تعالج تسد الثغرة تعالج. والمفوضية حتى يوم 16 اليوم عالجوها، ولذلك الانسيابية نقل النتائج من أجهزة تسريع النتائج قاعد تمشي بصورة انسيابية، وأكثر من 11 ألف محطة نقل بياناتها زين، والعملية جارية. فما أعتقد بأنه هذه راح تحدث إشكالية كبيرة. نعم تمام واضح أستاذ خالد. إذا إحنا نسبة الانتخابات تحدث عليها إذا الدكتور مجاشع تأثرت بالتيار الصدري. لا بالتأكيد، يعني تيار الصدري قبل واحد يناقش قوته بالشارع أو تأثيره، لكن بالمقابل أني يعني أرجع وأقول لك أنا عندي نسبة مشاركة. زين إحنا نحكي علم، أنا عندي نسبة مشاركة سابقة كل الأطراف ما حد قال تجاوزت 20%. تمام الآن إذا تجاوزت 30 تجاوزت أكثر أقل شوية نقول أكو. شوف هي شو المشكلة، أنه إحنا ما عندنا قوة سياسية تفهم المواطن يابا والله إحنا مقصرين بحقك. ليش؟ لأنه أنت الدستور الصوتت عليه هاي مكتسبات إلك تاريخية، يعني أنت بتقول انتخابات هي الأساس للمواطن لأجل أن يرسم طريق حياة حرة كريمة. يابا التداول السلمي للسلطة، يابا حرية الرأي، يابا الانتخابات، أنت بالدستور مصدر السلطة. إذن أنا هذا المنجز ملكي بغض النظر عن تقصير الأطراف السياسية تجاه أداء واجباتها. زين. يبقى نتمسك به. أنا أقول إنه ما دام أكو أنا إذن شي يصير حسابي حجم المشاركة. لو كان التيار الصدري مشارك، لو طلعت اليوم مثل ما قيل إن التسريبات أنا ما أخذ رأس مال 38 35 لو التيار الصدري كان صفرة 50 مثلا على سبيل الفرض، هل معنى هذا إنه أكو؟ لأنه أنت عندك مشكلة مهمة، أنت بديت بال 2000 ونهاية 2005 2004 انتخابات، الإرهاب يطب بنصك، الهوانات تضرب عليك، 3 ساعات ما يوصلك السرة، كل هاي الظروف، وكانت قاربة 80% مشاركة العراقيين. ليش الآن نحكي بال20؟ ليش نحكي بال18؟ معناها أكو خلل سياسي أثار إحباط. هسه أنتم ما محتاجين أن تعيد الثقة بالوضع السياسي بالعملية السياسية. فمنين الثقة تبين؟ إذا الآن ثبت أنه أكو ارتفاع، فمعناها أنت بديت خطيت خطوة مهمة جداً، هي خطوة أنه أكو إمكانية لإعادة الثقة مع المواطن، لأن المواطن كافر بالعيشة. المواطن مقتنع أن الانتخابات وسيلة ديمقراطية لإنتاج اللصوص. لا وسيلة ديمقراطية لإنتاج اللصوص. اللصوص إيه وهذا التجربة اللي عشناها. زين. طبعاً آثارها موجودة، يعني أنت لاحظت عملية البذخ بالبعض، يعني ترى ما مبين بالوسط والجنوب. انت شفت البذخ بالدعاية الانتخابية والفلوس؟ وين 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 تقصد؟ حدد لي اياها. يعني اقصد انا من النائبة لابست لي برتقالي. ثلاثة شو اسمها مو كاديلاك، مش اسمها الاخير الحديثات سيارة. هنا كاديلاك. اخر موديل. تاهو. لا مو تاهو، هي الايه الكاديلاك. كاديلاك سكالية. الثلاثة وحماية وهي بعدي مرشحة.
وهذا الصرف كله لانه انطوها ثلاث سيارات على مود تدخل مرشحه. هاي يعني قصدك انه عندها ثلاث كاديلاكات وهي بعد مرشحه ما وصلت وحمايه وحمايه. أي. طبعا بينت عمليه البذخ واضحه، اكو بعض الاطراف عندها فلوس ومن اباوع انا كمواطن. زين شاور راحت الفلوس. ليش اللابس اصفر يعني؟ ليش ذكرت اللابس؟ ها مو بينت عندهم بشكل صارخ. سيميائية. انا واضح، انا واضح. أي. لا لف ولا دور. يعني مرشحه بينت عند تقدم. زين انت صور الانتخابات ان انت صرفياتك اضعاف اضعاف ما راح تكسبه ب 10 سنين بالدوله، يعني كرئيس مجلس محافظه. اذا انت جبت لي حرام اللي قدامي اذا بالغت بدعايته. زين وبعض اكو دعايتهم بسيطه جدا، يعني حتى التيار المدني ترى مو دخلوا قيم مثل اسمهم ما شفناهم، يعني لافتات وكذا وكذا ما عندهم امكانيه مثل ما كان البعض يتصور انهم هذول اهل الدعم، هذول اللي وراهم كذا وراهم كذا، ما شفناهم يعني موجودين. الدعم الظاهر هي يعني استثمار الدولة سياسيا وماليا ثبت. زين منين تجي الفلوس اللي مرشحة مرشحة؟ انا استثمار الدولة شلون بها طريقة؟ هسه استثمار الدولة كنا كلمة عامة. جاء انا من اجي مواطن. يعني واحد يستثمر الدولة شلون بها طريقة؟ اسمح لي انا مواطن، انا مواطن طبعا. ايه؟ انا مواطن من اسمع انه 72 الف قطعة ارض راحت انباعت باقت من الدولة وانباعت. ايه؟ انا من اسمع انه التقاعد دخلوا بيه ولعبوا بيه هاي مال الكذا. زين طبعا هذه بالمناسبه الفساد مو هناك، فساد شامل بكل العراق. ليش الوسط والجنوب شنو يعني انقياء؟ لا والله هم الفساد مغرقانين بعضهم بالفساد اللي هنا. فهذه المسائل اذا انت تريد تعيد ثقه المواطن قدم له منجز، قدم له منجز لانه معناه اكو عنده استعداد لتقبلك. زين بدليل انه انت سلاحظ اسمح لي. أه. ميزانية 2023 بعد ما متوقع عمليا 23 راح تحول ل 24 مشاريع راح نشوف مثل ما هسه البعض والله الشارع مسدود، اي مسدود على مود جسر، اصبر ست اشهر سنه راح يصير لك الطريق افضل، فماكو عمار يجيك من السماء. لا والله مو بس الجسر، الله وكيلك السياسيين قاعدين وسادين مناطق كامله. هذه تعودنا عليها كامله كامله. انا احكي يعني على رئيس حكومة. وزراء اسبق بالكراده مثلا. بالكراده ساد نص الكراده وماكش ساد منطقه الكراده. ليش المواكب بعضهم دول ساكنين المنطقه الخضراء ما يخالف والله انا مواكبهم يعني نوبات نشوف الخوف اللي يخليه يعدل السوداني ويرجع بعدين يسوي بنفس الوقت الجسر منطقه كامله سادها السوداني نتيجه انتجته وكتل سياسيه واقع سياسي. زين لا نطالبه بالمستحيل لانه ينهونه والله النص ساعه ينهونه اذا اراد يوقف الوقفه المطلوبه اللي احنا محتاجينها. تبع راس احنا طرحنا على انت تريد منجز يتحقق حتى يعزز ثقه الناس طبعا بالحكومه. زين تمام ماكو مشكله. انت ضربت مثال بحجم الفساد في وقلت تقدم. اي وتقدم بالانبار هسه نسبه المشاركه بالانبار اكثر من نسبه المشاركه أحسن في بغداد وغيرها. يعني زين مو تقول الفساد هناك موجود وبقوه، شلون ذولا طلعوا وذولا ما طلعوا؟ اكو صارخ، اكو فساد صارخ. ايه؟ تعودنا على الفاسد بالعراق. ايه؟ انه يوقف لياساته يسوي خسيله موالي يهربهن هذا لفوي. لكن عندنا فساد على نقا صار يبني قلاع بنص العراق معروفه. ايه؟ قام يشتري الطيارات، هذا الفساد اللي ما القبيح اللي ما يخاف. زين هاي الناس اللي قاعد تنتخبه شنو؟ هنا انا اشوف اكو مشكله، اكو شغله. من هو اللي سؤال هنا ايش قد راح تطلع نسبه الانتخاب؟ لانه انت دا تشتري، اذا انت تجيني بهاي الظروف بالله عليك لو انا هسه اقول ببرنامجك اقول ان بغداد شيعيه وش حد اللي يطب لها؟ شاء من شاء وابا من ابا. زين اذا بالانتخابات الموصل لا هي عراقيه ولا هي عربية، هي سنية. هذه العقلية بدت من تنطرح هسه، ولأنه ماكو زلم ردادة، ماكو زلم ردادة بحيث تقول ترى هذا خطر ما يجوز لك لأنه قانونا تحاسب. زين فتتمادوا بعض. أنت قصدك ماكو زلم يرد على خميس الخميس؟ لا مو رد بس بالإعلام، ردادة زلم قدها تقول أنت طلعت من الطريق ترى كلش تأخرتها. إذا عبرت أيام داعش وثوار العشائر وغيرها مو هسه جاي ترجع لي. يقول لك وياه الجابه اصلا. اي هم هو وياه الجابه اصلا. انا ليش قلت لك لوكو زلم؟ كان ليش قلت لك لوكو زلم رداده؟ ليش قلت لك؟ خويا قاطعته ولا ما قاطعته التيار الصدري مشت الانتخابات. شوفني صبعك خليني اشوفه. شوفني صبعك يطلع من صبعك. لا مو ضرب من صبعك. لا ما مشترك. زين. اي. قاطعته ما قاطعته التيار الصدري نسبة الانتخابات واحد ينتخب، عشرة ينتخبون،
ثلاثة ينتخبون، 100 ينتخبون، مقبولة ماشي خلاص. بس هنا صار عندنا 800,000 على الأقل مواطن ما لهم تمثيل بمجالس المحافظات الآن، وين يروحون إذا صار عندهم شيء؟ شوف دكتور، اولا هذا النظام السياسي هو نظامنا، وسقوط او تراجع النظام السياسي، قوة النظام السياسي بعد العام 2003 وخسارة كبيرة للجميع، وهي حتى خيانة لدماء ملايين الشهداء الذين سقطوا من اجل هذا النظام السياسي. لهذا اللي نريد نقوله استاذ، احنا مجالس المحافظة صارت عندنا 3 دورات، هو شنو اللي قدمونا؟ مو طلعنا وهم انتخبناهم، شنو اللي قدموا؟ انا اللي اقوله اليوم احنا وصلنا الى مرحله خطيره جدا، المحافظات الشيعيه نتحدث من المحافظات الشيعيه وصلت نسبه المشاركه بها لحد الان ما توصل 20%. زين، فهذا تطور خطير وتراجع خطير بالنسبه للانقسام وللواقع في المحافظات الشيعيه. اليوم على القوى السياسيه ان تاخذ هذه النتائج على محمل الجد، ما نبقى نستفز حتى المقاطعين نقول لهم حتى لو 5%، اوكي 5% لكن مشروعيتها، لكن قوتها، شنو فائده الانتخابات والمشاركين فيها 5% من الجمهور اللي يسمح لهم بالانتخابات؟ يقول لك خب ماكو مانع قانوني، احنا نتحدث اليوم كدوله بين موانع قانونيه وعدم موجود موانع قانونيه. ماكو موانع قانونيه، فيقول لك ما عندي موانع قانونيه. ماكو موانع قانونيه، ماكو موانع قانونيه. مشيت الانتخابات السابقه اللي يتحدثون عنها البرلمانيه ايضا ب 22 ما ادري ايش قد، لا يعني كلام. الانتخابات 21 مفوضيه الانتخابات اعلنت بشكل انها 46%. هسه الكلام السياسي، نعم يعني العفو دكتور خالد، كلام السياسيين كل القوى السياسيه تتحدث انها ما تجاوزت حتى المراقبين، لكن الشيء الرسمي يقولون 46%. خلينا نقول مو 46%، نقول هم 30%، ما وصلت نسبه الاقبال بهذا الموضوع الى 30%. زين، هسه اليوم اذا صارت مثلا، هسه اليوم راح تصير عندنا مجالس محافظه، اذا صارت عندنا هسه مثلا بالتسريبات يقولون 38%، ما ادري 37 38 40%، 37 38 هسه هم نسبه مقبوله بالنسبة، لا حتى لو 5% مقبوله حسب القانون باعتبار هذا حق، بس لا حسب التقييم اي 37 بس مقبولة. السؤال هسه احنا ما عندنا مراكز استطلاع، بل لكن ممكن احنا استقراء، يعني عندنا خبراء من موجودين هسه ضيوف كثيرهم خبراء يعني متخصصين في الشان السياسي والانتخابي، هو شنو اللي راح يصير يتغير هسه مجالس محافظه ترجع مره ثانيه؟ احنا ما نتذكر ايام مجالس المحافظات من كانت مجالس المحافظات والصراعات الموجوده على اشدها بين القوى الشيعيه، احنا نتحدث عن المحافظات الشيعيه ما دام ما موجود احد من المكونات الاخرى. بين القوى الشيعيه كانت المشاكل على اشدها، وكان هناك محافظين قد هربوا من العراق نتيجه فساد، ومجلس المحافظه موجود، وكم محافظين اقيلوا من احزابهم بسبب الفساد، ومجالس المحافظات موجوده، اذا ماكو فائده. انا اللي اريد اقوله انه اليوم هاي النتائج على القوى الشيعيه ان تجتمع فيما بينها تصل الى قناعه انه هذا الوضع في العراق بدا ينحو نحو يعني منزلق خطير جدا، يجب ان يكون هناك دكتور مجاشع. يعني هذا الكلام اللي تقوله مال مسؤول هرب ومسؤول فسد ومسؤول كذا، هذا ينطبق حتى على الوزراء وحتى البرلمان وحتى هذا موجود في كل مكان. خب مو احنا نقول للمواطن بعد ما جدوى دكتور، ما جدوى من الانتخابات، لا يعني هسه الانتخابات ما جدوى من المقاطعه، أيوة. لا من هسه المقاطعه هذا موقف، يعني انا كموقف اعارض، انا من وجهه نظر انا مو صدري لكني انا مؤمن بمشروع السيد مقتدى الصدر، انا اقول انه السيد مقتدى الصدر بهذه المعارضه هو يريد ان يبرئ ذمته من الشعب، من الشعب اولا، ومن يعني اسم عائلتي هو ابوه. لهذا انا اعتقد انه السيد مقتدى الصدر مضطر الى اتخاذ هذا الاجراء، هو ذهب الى القوى الشيعيه قبل انتخابات 21 وقال لهم احنا راح نوصل الى هذا المنزلق، وفعلا كانت النتائج تشير الى ان هناك تراجع كبير في نسبه المقبوليه والرضا. يعني هسه احنا من نتحدث عن الرضا، هي بالسعوديه اكو انتخابات، اكو بالامارات انتخابات، اكو بقطر انتخابات، لكن الرضا عالي جدا، لان بالنتيجه المواطن يبحث عن خدمات، يبحث عن توفر منجز. يعني الدكتور يتحدث يقول هذا دستورك وهذا عمليتك السياسية، هذا ما توكل خبز. أنا اليوم عندي مريض إذا أريد أسوي له عملية 40 ورقة و50 ورقة، أبسط عملية. فهذا المواطن شلون تقنعه؟ إذا نعتزل؟ لا مو نعتزل، إحنا نضغط دكتور، دكتور إحنا نضغط على القوى السياسية. كفى فساد، عمري أسألك كفى سؤال، لو إدارة نسبة المشاركة العراقية 70% يصير هيك فساد؟
لو الشعب باقي يشارك. ليش دكتور؟ هي الانتخابات اللي صارت بها 2006 نسبة مشاركة كان 70%. مجلس النواب في عام 2006 ومجلس المحافظة اللي حصل شقد بي كانت نسب فساد؟ يا 2006 2006 شقد نسب فساد في مجلس المحافظة؟ مو السيد نور المالكي طلع بالإعلام وقال قوة شيعية ما أريد أحددها، اثنين أعاقوا مشاريعي نتيجة صح. يعني هذا موجود دكتور. أنا أرجعها كل الكتل السياسية اللي خلت المواطن محبط. الكل لكن ليش والكل انا اقول لك الكل القوى السياسيه. انت سالت شنو جدول المشاركه؟ انا نفس السؤال مال الدكتور. وجدول المقاطع مو هي السؤال مهم. انا قاطعت وقعدت اثنين ما بين حل. شوف دكتور اثنين ما بين حل، مو انا متفق وياك. انا اقول قرار السيد مختار الصدر هو تبرئه للذمه. لا لا احنا لانه يشمل خدمه التيار الصدري فقط. دكتور المقاطعين هو دكتور واحد يشكو من البطاله والفقر والجوع والمرض وتقول له روح انتخب ويلزم سره حتى يجي ياخذ جواز دبلوماسي ويصير وكيل وزاره وبعدين 4 سنين ياخذ تقاعد ويروح يعيش بتركيا لو يعيش بالمانيا لو بلندن ويجي التقاعد ويوصل من بغداد بالفيزا بالكارت مالته يوصل لالمانيا. ما بها جدول. انا اللي اقوله لا يجب على القوى السياسيه اولا ان تحارب الفساد وكنت تكون هناك مصداقيه في محاربه الفساد. انا بخالف كلامك وهسه اللي يعني دكتور انت راضي على ادارات الدوله 7000 درجه خاصه اغلبهم ما يستحقون رئيس شعبه. تمام دكتور والله دكتور اضعاف دكتور انت هذا اللي تقوله هسه اكو مثل ما قال لك استاذ خالد اكو اضعاف اضعافه طبعا. لكن الحل انه انا ما اروح انتخب شنو ربط الانتخابات بهذا الموضوع؟ انه انا رحت موقف. لا بسمح لي مو اكو ناس مو فاسدين. شوف دكتور أكو خصوصا ناس مو فاسدين. دكتور هسه خصوصا طبعا زين حلي يا هسه انا سمد هسه في هسه اغلب القوى هسه انا سطرتني. شوف اغلب هسه انا اروح انتخب لي واحد لا فاسد اقعد لا دكتور مو انا راح اقول لك في ظل هذا التعديل الاخير. شوف هسه احنا متفقين ان الدكتور خالد نزيه. انا اقول امام الراي العام دكتور خالد نزيه ومرشح للانتخابات في قامه سين زين غير اروح انتخبه يجي صوتي يروح الشخص فاسد لان الانتخابات المشكله هذا سانت ليغو ايضا ما شجع على انك تذهب للانتخابات. انا اريد انتخب دكتور خالد السراي يطلع لي اسم فاسد او فانيشيستا. أنا منتخبة في شرق بغداد يطلع لي فانشيستا لو يطلع لي واحد فاسد من غرب بغداد فانشيستا؟ إيه هسه مرشحات ما شيء بالدعاية الانتخابية اللي طالعة بيها. فحتى القانون الانتخابي ما يشجع الجمهور ما يشجع الجمهور على المشاركة. أنت تقول لي روح انتخب الشريف. أنا ما أقدر هذا القانون يمنعني من انتخاب الشريف. أنا انتخب واحد جزء العائق الثاني اللي تخصه بعد هذا هو قانون الانتخابات. دكتور سعيد استاذ سعيد كاكاي معك. نعم معك. احنا المفروض تطلع عندنا نتائج يعني النسب المفروض ايش وقت نسبه المشاركه بالانتخابات؟ النسبه بعد ما توصل كل يعني النتائج عن طريق الوسط الناقل بعد ما توصل الى مركز تبويب النتائج فالمفوضيه راح تعلم. زين هذا الوسط الناقل غير هو الوسط الالكتروني لو شنو؟ وسط الكتروني. نعم زين الوسط الالكتروني ايش قد يطول حتى تعلن النسب؟ هي تطول بين يعني 3 ساعات 4 ساعات. 3 ساعات 4 ساعات الان هم اغلقوا بالستة المفروض يعني عموما هم عندهم عملهم. لكن احنا شفنا اكو انتخابات هسه ما اريد نقارن بيها بس شفنا انتخابات بالمنطقه مثلا في تركيا مثلا شفنا نسب الانتخابات تعلن بلحظتها وشفنا الارقام تظهر بلحظتها واحنا صحفيين غطينا هذا الموضوع وشفناه. هسه هذا السيستم الموجود عندهم ما ممكن نجيبه مثلا ما ممكن يصير عند دوله ثانيه لو فقط بس عندهم. فقط بس عندهم لانه هم مرتقين في الثقافه الانتخابيه هم يعني جاهزين بسنوات مو بخطوات بسنوات. هم ما يزورون مثل ما احنا نزور. هم ما يكسرون عظام بعضهم مثل ما احنا نكسر عظام بعضنا. هم يحترمون القانون مثل ما احنا ما نحترم القانون. هم يجرون العدو الفرز اليدوي في المحطه مو مثل ما احنا لازم مراقبين دوليين ومراقبين محليين وكيانات سياسيه ونشكك بكل شيء. هم غير احنا. الثقافة الانتخابية كلش مهمة.
ارجع يعني من خلال ما سمعت واخذت وقت الكافي. لا ما لا حاسبين وقتك بين 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 المبادلات بين الاستاذ خالد والدكتور مجاشة. يا اخي خلاني قاطع، انا حزب عندي حزب وقاطعت العمليه الانتخابيه. بس اللي ينتمون الحزبي مو هم مواطنين. انت اذا طلعت واستلمت المنصب سواء كان منصب في مجلس النواب او في مجالس المحافظات او حتى في الحكومه التنفيذيه، مو من واجبك الاخلاقي والوطني ان تخدم اللي ينتمي لحزبك واللي ما ينتمي لحزبك بنفس المستوى؟ اكيد لازم، مفروض. هذا واجب، هذا واجب المشرع وواجب المنفذ. فاحنا ما نشوف جهه سياسيه تقاطع العمليه الانتخابيه، ليش نجي نقول يعني نصغر العمليه السياسيه بالمحسوبيه وبالعائليه؟ هذا من عائله فلان، ذاك من عائله بارزاني، ذاك من عائله لا. بس بالتالي احنا احزاب سياسيه وذول ممثلين عن احزابهم. احزاب سياسيه المفروض عندها برامج تنفذها، مو عندها محسوبيات تبرضها، مو عندها تستلم الوزاره والوزاره ملك الحزب وملك ابو اللي ياسس الحزب. ماكو شيء، هذا مو نظام ديمقراطي، هذا نظام يعني اقل من الـ من الـ من البداوه العشائريه. تعذروني يا شيكول، لا يعني هي انت من توصل للسلطه مو الغرض بانك تستحوذ على السلطه لك والعائلتك والفخذك والعشيرتك والقبيلتك، لا، توصل للسلطه حتى تخدم الشعب. هسه هذا نظريا، هذا دكتور سعيد، هسه هذا ونسبيا ايضا. لا هسه احنا نتحدث عن واقع بالعراق. هسه انت حل لي اياها، الاخوان بالاستوديو واحد يقول لك انا ما انتخب حتى لا يطلع الفلان ويروح يفسد، لان انا راح اطيمك راح اساعده على الفساد. واحد يقول لك لا انا المفروض انتخب على مود ممارسه حق الديمقراطي. زين هسه احنا شو نسوي حتى نمنع هاي القصه؟ ننتخب ما ننتخب، نأيد المقاطعين، نأيد الرافضين، نأيد الكذا، وين يعني شنو الحل بالضبط؟ الحل عندنا احنا، الحل في الشخص العراقي، في المواطن العراقي، ان يبدي بإعادة بناء شخصيته اللي كرامته يوميا تنهك، سواء كان من قبل المسؤول الحزبي او المسؤول الحكومي، بحيثيته تهمش. يعني يصغر الشخص العراقي داخل عائلته قدام زوجته اطفاله امه وابوه اخته واخوه واقاربه، لانه ما عليه فرصه عمل، فتصغر تهمش شخصيته. زين عقله مقوله. يعني اغلب شبابنا الخريجين بدل ما يكونون مبدعين يستفادون من العلم، يكونون مبدعين ويخترعون اختراعات ويقدمون ابداعات في تطوير الصناعه الوطنيه والانتاج الوطني، لا والله يقعد ايده على قده، والله ماكو الحكومه ما تعيني وماكو وظيفه، ويعني هذه الاتكاليه، هذه يعني صناعه العاله، وبعدين تهميش القوه، القوة العقلية والقوة البدنية. زين. احنا القوة العقلية والقوة البدنية مهمشة من قبل هالأحزاب المحسوبية التقليدية اللي مضى عليها زمن. احنا قبل ما يعني قبل ما نريد نغير لازم نغير فكرنا. السياسة مو فن الممكن. السياسة عبارة عن من يحصل على ماذا، متى، وأين، وكيف. هذا المفهوم الجديد للسياسة، المفهوم الحضاري، مو المفهوم الاستعماري البسماركي اللي مضى عليه أكثر من قرن. إحنا لحد الآن نعيش بالماضي يا أخوان، نعيش بالماضي ونعيش على من اللي يقدر يستحوذ على أكثر قدر ممكن. يعني ما أريد أخوض بهذه
زين، هل الحل في المقاطعة أم الحل المشاركة؟ إذا رحنا للمشاركة فيقول لك أنا أشارك بقانون الانتخابي، انتخب تطلع لفانشيستا، انتخب خالد السراية على فانشيستا. هو بس باعه على صابع ايدك، بس باعه على صابع ايدك. الكتل السياسية والأحزاب السياسية عندهم مرشحين، هل كل المرشحين نفس القياسات؟ نفس الطول، نفس القصر، نفس العرض؟ لا، ما هو قانون الانتخابات، قانون الانتخابات يقول لك قانون الانتخابات تنتخب حسن يطلع لك علاوي. لا مو صحيح. اي هذا صحيح الكلام؟ ابدا مو صحيح يا اخي. يعني اني اعتبر نفسي من المعارضين لنوعية النظام السياسي اللي عندكم. لكن اقول لك مو صحيح. ليش؟ لانه في كل قائمة انتخابية هناك الزين والشين. زين. لا استاذ سعيد، وفقا لسانت ليجو تحصل هاي الأمور، يعني 1 300 صوت في قائمة، هاي وحدة صارت 600 صوت، انت كنت بالمفوضية واكو وحدة صارت قدامك اخذت 600 صوت وفازت عضو مجلس النواب، واكو واحد غيرها ماخذ 5000 صوت وكل شيء ما حصل، صحيح لو لا؟ صحيح. هذا هو الدستور. دستورك اللي انت قبلته وانت صوتت عليه وانا صوتت عليه احنا قبلناه. ليش؟ لانه نفعل حتى نقدر نفعل دور المرأة. دور لا مو بالمرأة، مو بس المرأة، حتى اكو رجال نفس القصة. قانون لا 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 لا، ماكو رجال نفس القصة. ها ماكو؟ لا مو كنت ابدا. يعني خل اعطيك مثلا. في طريقه سانت ليج المعرق، ما اقول المعدل. المعدل هي 1.4، لكن المعرق اللي هي 1.7 انت من 100,000 من صوت عندنا، وعندنا 10 مقاعد، يعني ال 100,000 كل مقعد يجي له قد 10,000. زين، إذا أنت حصلت من 100,000 حصلت على 30,000، راحت 30,000 صوت، راح تحصل على 3 مقاعد. أها. زين، إذا أنا آخر واحد ومنفرد حصلت على 60,000. زين، حصلت على 6,000. واحد بالقائمة ماتي بالقائمة الثانية اللي هي 25، أبو 25 راح يحصل على شنو؟ على 3 مقاعد. أنا ما راح أحصل على مقعد. أنت ما لازم هاي الطريقة هيك. يعني أبو 60,000 ما يحصل على مقعد، أبو 6,000 ما يحصل على المقعد. أي وأبو الجد؟ أبو 25,000 يحصل على 3 مقاعد. أها. زين، في حين الثلاث مقاعد أبو 25 خلينا نقول. الثلاثة المرشحين داخل القائمة، واحد حصل على 12,000، واحد حصل على 8,000، وواحد حصل على 5,000. زين، انت ما تيجي تاخذ لانه هذا حصل على 5,000 وواحد بالقائمة العاشرة حصل على 6,000، ليش هذا بال 6,000 ما طلع؟ ليش بال 5,000 طلع؟ لانه هذا بال 5,000 منضوي تحت قائمة، والقائمة حصلت على 25,000. زين، 25,000 هذا قسمه على 3 ايش قد يصير؟ معدله 8.3. زين، صح ولا لا؟ هذا ما محصل على 8,300، محصل على 6,000، ولذلك ابو 6,000 ما يصعد. تمام، خوش رطينها. والله العظيم رطينا من الزين هاي. طريقتنا هيك تقول. احنا منو اللي فصل بالمناسبه؟ رطينه، تعرف ايش معناها رطينه؟ اعرف شنو معناها رطينه. المهم منو مرر القانون او الطريقه هذه ضمن قانون الانتخابات؟ منو مررها؟ الاحزاب اللي تعتمد على المحسوبيه وعلى العائليه في اداره الحكم. الاحزاب اللي ما تريد ان تطلع السلطه، ما تريد تشارك بالسلطه، تريد تاخذ جزء من السلطه، وهذا الحزب هو يكون الدكتاتور ضمن الجزء الموجود له في السلطه. تمام، يعني
خلينا اسمع راي ثاني. واضح احنا الكل. ايه زين احنا الكل شنو مشكلتنا ويا الاقليم؟ ايه مشكلتنا بانه عندنا سراق، عندنا سراق صار لهم 3 اشهر ما قاعد يدفعون رواتب الموظفين. ايه زين سرقوا النفط، باعوا بأبخس الأثمان. أيه. قاعد نعارضهم، لكن عندنا نفس دولي شبيههم موجود في بغداد. صحيح. موجود في الغربية. هي هذه عالتنا. احنا شلون كمواطنين عراقيين نجي نرتفع تمام هل محسوبيه استاذ سعيد انا المستوى الوطني تمام يعني. تمام يمكن انصفتك بالوقت، خلي اسمع مداخله من استاذ خالد. شوف حبيبي احنا خاطر لا الاخوان يوضعونا بزاويه المدافعين عن الفساد بكل علاته. لا لا ابدا ابدا ما حد الموضوع. انا امام سؤال، انا عندي اطار ديمقراطي ارد اغير، انا عندي تداول سلمي للسلطة بكل احوال على عرجة وعلى هاي زين. بس انا عندي انتخابات كل 4 سنين زين، انا شلون اغير؟ انقلاب ممنوع وما يجوز ما يجوز. وانا بلد عانيت ما عانيت من القمع. انا ملزم انه التغيير يصير من داخل هالعملية السياسية، رضينا ما رضينا. والا شوف الطروحات مال اسقاط العملية كل الواجهة السياسية، اخراج الواجهة السياسية، وهو يمكن ما عنده 5 ينتخبونه ويطلع يصيح ويصيت وكذا وكذا، لاحظهم هذول البعض زين. فانا محكوم بهاي مساله الخلل، موجود خلل فظيع، خلل فظيع وخيانه لحقوق المواطن اكثر من التعبير زين. لكن من نقول نشارك، احنا نشارك على امل التغيير تمام. بس ايش قد نسبه هاي الخيانه وايش قد نسبه هذا الخلل؟ كلش عاليه، كلش عاليه. انا اقول لك هسه شيء مصيبه راح تطلع. انت شايف توريث هسه؟ توريث البرلمان ده يورث مجلس المحافظات، هاي جايب اختها وذاك جايب صديقه وهذا ابن اخوه، شل لعب هذا؟ والكتل مكيفه لهم، الكتل مكيفه من ترشح. قام يطلع لي نائب يقعد يمه 5 6 شايفها بالمقابلات. زين بالله عليك انت ايش قدمت لي خاطر جايب لي 5 6 تعال انتخبوهم؟ صحيح. انت ايش قدمت لي؟ صحيح. ما ارجع اقول لك هي المصيبه لا اكو ملامح تغيير. بس شو تسوي؟ إيه بس هو هذا خلي يجيب اخوه، خلي يجيب ابن عمه، خلي يجيب من غير كل ما ادري شيء. بس اسمح لي، بس هو هذا عارض على المواطن. هو غير المواطن يشوفه هذا ما ينتخب. هذا هنا نجي المواطن. ايه تقول لي خب هذا مو جايبه منصب تنفيذي مثل ما يجيبون بمناصب تنفيذيه. تقول لي حصرا على خشومنا. تقول لي حضرتك ايه؟ او الاستاذ طرحها على قضيه ان المواطن شلون يغير شخصيته. ايه يا سيدي طلعنا من نظام صدام مدمره المنظومه القيميه مالتنا. يعني. غير برلمان عيدها ترميم، ترميم عملية سياسية، ترميم الوضع الأخلاقي والقيمي للمجتمع. بالعكس دمروها، انطونا ما انطونا اسوة حسنة، انطونا فساد، انطونا فساد وانطونا مصالح شخصية وذاتية وتزوير، وانطونا الوزارة ملك فلان وعلان. أي صحيحة، بس أرجع أقول لك احكي ليل ونهار تحكي عليهم صحيح، بس لكن مصيبة أنا مواطن مكبل ما عندي غير هذا الصوت. يعني ماكو غير انه اروح بالانتخابات واكملها؟ ما عندي يعني ايش اسوي؟ يعني ايش اسوي؟ وين اروح؟ انا صدق وين اروح؟ الحل بالضغط على الزعامات السياسيه، لان دكتور خالد يضغط عليهم على ايش يسوي؟ اضغط عليهم بموقف انتخابي، اضغط عليهم بتظاهرات، اقول يا زعاماتنا يا اخواننا. بالله عليك دكتور، ليش الزعامات ما تكيف انه مشارك المستقل؟ ويظل يشاركون بس ابنائهم. شوف دكتور، بس ابنائهم قوم الملوك مثل ما قلت لك. انا مو صدق هسه سيد مختلف، مو 73 جاب اعلى كتله ما خلوه بالنهايه، قالوا له لا احنا نحكي على الثقل السياسي، احنا ما نحكي على الثقل الانتخابي. يعني اكو بعض كتل حتى كتل يعني شيعيه قالوا له احنا نحكي على الثقل السياسي، لا تحكي لي. فماكو ضمان. انا اقول الضمان انه نضغط على القوى السياسيه، لان هذا النظام نظامنا السياسي، وسقوط النظام السياسي مو بمصلحتنا، وبالتالي ضرورة أن يكون هناك إصلاحات حقيقية، إصلاحات جوهرية، بضرورة محاربة الفساد، ضرورة يعني الاتيان بشخصيات محترمة، مو مثل ما قال دكتور يعني نائب أو نائبة فاسدة جايب أخته أو أخته تعال انتخبوه. التميمي شكرا أستاذ خالد السراي، شكرا أستاذ سعيد كاكاي، أشكركم مشاهدينا الكرام، أشوفكم باكر إن شاء الله في نفس التوقيت في أمان الله.